تشريف ريال. وسهلا بكم متابعينا على قناة التاسعة. بداية أسبوع موفقة للجميع، بداية أسبوع أيضا فيها برشا زخم على الساحة السياسية، برشا تصريحات، برشا مواقف نرجع عليها أول بأول بالتحليل والنقاش الليلة مع كل من برهان بسيس وناجي زغيري. أهلا وسهلا برهان. أهلا وسهلا بك ملاك. مرحبا مرحبا ناجي. مرحبا. مساء النور مساء الخير. باش يكون حاضر معنا الليلة ضيفنا لطفي زيتون القيادي في حركة النهضة، كما باش تكون معنا في ربط مباشر سلسبيل القليبي الأستاذة في القانون الدستوري وأيضا أمين محفوظ أستاذة القانون الدستوري. لكن قبل ذلك فلاش نيوز وجولة في أبرز المستجدات الوطنية. نبدأ بتصريحات رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني اللي أكد أن النهضة قررت الانسحاب من التشكيلة المقترحة لإلياس الفخفاخ المكلف بالحكومة أو بتشكيل الحكومة وعدم منح الثقة في البرلمان، وذلك بسبب تمسك الفخفاخ بعدم الاستجابة لمطالب الحركة. أمام إصرار الرئيس المكلف على رفض مطلب الحركة في إقامة حكومة وحدة وطنية لا تقصي أحداً، فإن حركة النهضة تعلن انسحابها من التشكيلة المقترحة ولا تمنحها ثقة. هذا قرار مجلس الشورى، هذا قرار النهضة. رئيس كتلة تحية تونس بالبرلمان مصطفى بن أحمد يقول أن انسحاب حركة النهضة لا يتركه وحده في مأزق، بل هي أيضا باش تكون في مأزق، لأن تصرفها بهذه الطريقة باش يجعل مصداقية الحزب الأول في البرلمان على المحك. هو مش يخلي الياس الفخفاخ في مأزق، أيضا النهضة في مأزق، لأن منا حزب الأول في البرلمان يتصرف بالطريقة هذه باش أنا يحط مصداقيته على المحك أمام الرأي العام، ومش يتحمل مسؤولية ربما الانعكاسات السلبية إذا كانت وجدت لهذا الموقف. ثم أن الياس الفخفاخ يولي مدفوع للبحث على بدائل أخرى. هذا وأكد القيادي بحزب التيار الديمقراطي الأسعد الحجلاوي أنه منهج حركة النهضة قام منذ البداية على المناورات، بدءا بالضغط من أجل الحصول على أقصى عدد من الوزارات، ولما لاحظت أنه الأمر هذا لم يقدم نتيجة ذهبت إلى الأقصى وهو عدم منح الثقة إلى حكومة الفخفاخ. في مرحلة أولى كانت النهضة تأكد على أساس أنها ستمنح الثقة لحكومة الياس الفخفاخ، ثم في مرحلة ثانية أكدت في موقف ثاني أنه حتى كان ما كانتش في الحكومة ستمنح الثقة. الموقف الثالث أو الأخير المفاجئ مؤخرا هو عدم منح الثقة لحكومة الياس الفخفاخ. القراءة كيفاش هو أنه حركة النهضة أرادت بهذه المناورة الضغط من أجل الحصول على أكثر عدد ممكن من الوزارات، وهذا واضح. ثم عندما رأت أنه هذا الموقف أو هذه المناورة ما عطتش نتيجة ذهبت إلى الأقصى، الأقصى هو عدم منح الثقة لحكومة الياس الفخفاخ. زهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب من جهته اعتبر أنه إذا لم يتم أو لم يحصل أي تقدم في مسار التفاوض باش يتم التوجه للبرلمان دون النهضة، وذكر بأنه مساء اليوم هو آخر أجال التفاوض، وقال إذا لم تحظى هذه الحكومة بالثقة سيحل رئيس الجمهورية البرلمان ونذهب إلى انتخابات مبكرة حسب تدوينه ليه على الفيسبوك. جزئين اليوم في الفلاش متاعنا ناجي زغيري، نحكيو على تصريحات حركة النهضة بعدم تصويت للحكومة، من ثم باش نجيو لو فشل الفخفاخ تقول سنسحب الثقة من حكومة يوسف الشاهد. هذا في قسمنا الثاني. برشا لغط، برشا كلام، وبرشا تحاليل بدينا نسمعوا فيها، ماناش عارفين شنو الصحيح من الغلط اليوم. يعني الصحيح الواضح هو توا للعيان أن حركة النهضة قررت يعني الانسحاب نهائيا من المشاورات، وقررت ايضا سحب وزرائها من التركيبه الحكوميه، خاطر مازال ما نحكيوش على حكومه، يعني مادام طالما انا مازلت ما طرحهاش الياس الفخفاخ على البرلمان، دونك سحبت وزرائها من التركيبه الحكوميه. والسبب يعني خلينا نمشيو في الوضوح اكثر للراي العام، لانه يعني كان الحديث مغلف، يعني كانت بعض الدوافع غير المعلنة مغلفة بأسباب أخرى، بدوافع أخرى، وهي أن حركة النهضة تطالب بتشريك قلب تونس، وتطالب يعني بالتخلي عن منهج الإقصاء وتشريك أوسع يعني أطياف ممكنة، وهنا كانت تتحدث على حزب قلب تونس وحزب وائتلاف الكرامة. تبين للرأي العام أن المسألة لا تتعلق لا بقلب تونس ولا بائتلاف الكرامة،
ولا بتوسيع المشاورات ولا بتوسيع الحزام البرلماني. صحيح الحزام البرلماني يعني مطلوب، لأنه هنا نتحدث يعني الدستور يتحدث على 109 كشرط لمرور أي حكومة، لكن تبين أنه السبب الدوافع غير معلنة كانت الحصول على أكثر ما يمكن من المناصب من الحقائب الوزارية. النهضة اليوم تموقعها السياسي يعني هو اللي كان، وخليني نقول وراء قرارها، سعيها لما كان يسمى العنوان السياسي الكبير حكومة وحدة وطنية، يعني كان عنوان ربما يخفي إلى حد اللحظة. شوف رو ملاك، احنا تعودنا توا احنا صحفيين توا مركلها وحتى برهان معناها احنا قدم ياسر، تعودنا بالمصطلحات الممططة، يعني المصطلحات السياسية تنجم تلعب عليها كما تحب، تغلفها كما تحب، يعني تنجم تعمل خطاب سياسي منمق تحط فيه معناها المصطلحات معناها السياسية اللي تحب توصل بها رسائل أنك تسعى إلى حكومة وطنية، حكومة وحدة وطنية. لكن في الحقيقة يعني تبين أن النهضة صحيح هي المحدد في مصير الحكومة، لكن راهو سعيها كان بجدية، كان للحصول على أكثر ما يمكن من الحقائب الوزارية. وهنا خليني نقول راهو ما قاعد يدور من حديث حول اللي يتحدث عليه البعض عن وجود فراغ سياسي، ما فماش فراغ، لا حديث عن فراغ، لأنه النص واضح. استمعنا لرئيس الجمهورية كان واضح، دونك يبدو لي أن المسألة برهان واضح. بعد هالتحاليل اللي سمعناها الكل حول أزمة تشكيل حكومة الفخفاخ، ما مصير حكومة إلياس الفخفاخ الآن؟ أنا بالنسبة لي كل العملية مرتبطة بصراع بين حركة النهضة وقيس سعيد رئيس الجمهورية، عركة الصلاحيات، عركة من يملك السلطة، من صاحب الحكم في هذه المنظومة الملتبسة، منظومة الرأسين. مشكلة حركة النهضة مع حكومة السيد فخفاخ المعلنة تندرج ضمن هذا السياق، مش أي وزارات ناجي، مش قصة نحب نوسع وزارات باش يعطيوها وزارة الثقافة ولا يزيدوها التعليم العالي ولا التربية ولا الفلاحة، لا ما يهمش، كله البوصلة الرئيسية قيس سعيد، يا أما نظام رئاسي يا أما نظام برلماني عند الأحزاب. قيس سعيد وزارة داخلية وزارة خارجية وزارة دفاع بأي معنى يمنح الفخفاخ للسيد قيس سعيد مقترحه في وزارة الداخلية؟ هذه النقطة اللي فاتت الكأس بالنسبة لي. قيس سعيد يضيف إلى الخارجية والدفاع وزارة الداخلية من خلال شخص السيد سمير المشيشي اللي هو مستشار السيد قيس سعيد للشؤون القانونية، هذا اعتبرته يعني ذهاب وانحراف بالمنظومة السياسية في اتجاه ترسيخ النظام الرئاسي دون أن يكون دستوريا ذلك ثابتا في النص من خلال الممارسة، إلى جانب تمسكها بحقيبة أخرى اللي صار عليها لغة تكنولوجيا الاتصالات، تقلل قدر الإمكان من حجم الخسائر الذي تكبدها النظام البرلماني من خلال انتقال المبادرة السياسية من باردو إلى رئاسة الجمهورية إلى كرداش. ولو أنه برهان المبادرة يعني الآن بس تفعل معك في النقطة هذه، حركة النهضة في أكثر من تصريح لأكثر من قيادي يعني كانت تدعو إلى تحييد وزارات السيادة، يعني كانت تتفق تماما مع الياس فخفاخ على تحييد وزارات السيادة الأربعة الداخلية والعدل والخارجية. المشكلة رأي هي مشكلته وكما كان يحكي برهان، مشكلة هي مشكلة تموقع سياسي حركة النهضة، رأت أنه أنها الأجدر والأحق بأكبر عدد ممكن من لأنها الحزب الأول في مواقع مفصلية بالنسبة لها، لا يهمها بقية الوزارات بقدر التركيز كما هذه والتركيز على وزارة تكنولوجيا الاتصال. ولكن عموما خارج هذه التفاصيل، حركة النهضة ردت على ذلك بالتحدي الذي رفعته يوم السبت، ولكن رئيس الجمهورية عدل لحركة النهضة لأنها ارتكبت خطأ حين ذهبت بالمزايدة أشواطا أخرى إلى الأمام وطرحت رأس حكومة السيد يوسف الشاهد بناء على تدوينات فيسبوكية لمزيد الضغط، لم تكن هي أرادت أن تختبر بها تلقي الرأي العام. رد رئيس الجمهورية اليوم كان واضحا في تأويل النص الدستوري، قالها ما عندك تلعب، كان ضمن خيارين رئيسيين، يا تصويت لحكومة الفخفاخ يا عندك الحق أيضا ما تسويش حكومة الفخفاخ وتسقط حكومة السيد الفخفاخ، نمر مباشرة إلى الانتخابات ولا يوجد حل ثالث بينهما. عملت مناورة تكتيكية تقريبا، أنا أعتقد الزيادة اللي زادتها نهار اليوم الصباح
من خلال تدوينات بعض قيادياها اللي حطوا تهديد آخر من نوع. أنا سنذهب في طرح قصة سحب الثقة من السيد يوسف شاد، كانت مناورة دوترو فسدت المكاسب الرمزية اللي حققتها نهار السبت وقت اللي ظهرت هي قلب العملية السياسية، وفرضت على السيد الفخفاخ أن يؤجل الإعلان على حكومته نتيجة إعلان حركة النهضة رفض المشارك في هذه الحكومة. الآن رجعت الأمور إيجاليتي واحد واحد بين قيس سعيد وراشد الغنوشي في انتظار الجولة الثالثة. نمشي لتصريحات رئيس كتلة حركة النهضة المثيرة للجدار نور الدين البحيري اللي يقول لو فشل الفخفاخ باش نسحبوا الثقة من حكومة رئيس حكومة تصريف الأعمال رئيسها يوسف الشاهد وسنختار شخصية جديدة. نسمعوا بالضبط شنو قال. قبل أن يتمكن السيد رئيس الجمهورية من حقه يمكن له هو أن يمكن له وعنده حق باش يحل بس نوع بشر، تعود العهدة إلى صاحب السيادة الأصلية اللي هو مجلس نواب الشعب. من حق مجلس نواب الشعب ومن حق النواب بالأغلبيات المنصوص عليها في الدستور في سحب الثقة من الحكومات وعرض الحكومات على التزكية أن يطلب سحب الثقة من الحكومة الحالية حكومة الأخ يوسف الشاهد وأن يرشح لرئيس الحكومة شخصا آخر يفوز بالأغلبية من حقه بالشكل حكومته في أجل السابق للشهر لمهلة الأربع أشهر. يأتي الرد من رئيس الجمهورية قيس سعيد اللي أكد خلال لقائه برئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ اليوم أنه لا يمكن اليوم لمجلس نواب الشعب أن يسحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال وذلك خارج عن الدستور حسب تعبيره. كتاب الدستور واضح والقسم الذي مطبق هو القسم التاسع والثمانون من نص الدستور، ومن وضع نصا عليه أن يحترمه، ومن قبل أن يدخل في العمل السياسي لا يدخله إلا في ظل الدستور. بالعربية واضح وبالفرنسية واضح، ومن يبحث أيضا عن سحب الثقة من حكومة هي حكومة تصريف أعمال أعتقد أنه خارج إطار الدستور، لأن حكومة تصريف الأعمال هي حكومة غير مسؤولة انبثقت عن أغلبية كانت قائمة في ظل المجلس النيابي السابق قبل الانتخابات الأخيرة هو الذي منح الثقة. أما اليوم لا يمكن لمجلس أن يسحب الثقة من حكومة تصريف أعمال. عبد الكريم الهاروني جاوب وقال أنه في ظل غياب المحكمة الدستورية يصبح رئيس الجمهورية هو المرجع في الدستور وتطبيقه حسب قوله. احنا عندنا ثقة أن السيد رئيس الجمهورية باش يكون الضامن لاحترام الدستور لأنه هو رمز الدولة ورمز وحدة التونسيين وهو رئيس كل التونسيين، معناتها احنا نمشيو في هذا التوجه رغم أن في الدستور ثم اجتهادات مختلفة، وغياب المحكمة الدستورية هو اللي خلينا في الوضعية هذه. إذا اختلفنا في الاجتهادات ما نلقاوش حكم. في غياب المحكمة الدستورية طبعا رئيس الجمهورية هو المرجع في فهم الدستور، وما دام قال كلمته احنا معناتها نحترموا قرار رئيس الجمهورية ونلتزم به. يوسف الشاهد أيضا كان له كلمة حول الموضوع هذايا وتعليق حول مسألة سحب الثقة منه عقب لقائه برئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، واستحضر مقولة رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي ونسمعها بالضبط شنو قال بالعامية التونسية. الباجي الله يرحمه قال إذا خلالك الجو فبيضي وفرخي، يعني اليوم الأطراف اللي تدعو إلى سيناريوهات هذه متاع سحب الثقة من الحكومة ممكن ننصحهم حاجة نقول لهم نقصوا شوية من الفرجة في نتفليكس. نبدأ بيك بوريان سايس برشا خو ماذا؟ العركة برشا تأويلات العركة توا مشينا للدستور ولا يروح الدستور؟ أغزر لي نعرف التوانسة ما همش مغرومين باش يغرقوا في درس أكاديمي الفصل 10 والفصل 6 والفصل 1، خلينا نفسر لهم ببساطة الأشياء. عركة بين قيس سعيد كارتاج بين راشد الغنوشي باردو، من يملك المبادرة السياسية؟ يوسف الشاهد جاء في الوسط الحكاية هذه راهو حتى قيس سعيد راهو لا حبا في عيون يوسف الشاهد، والنهضة زاد كيف كيف النهضة قصة تلويحها بسحب الثقة من يوسف الشاهد ليش هو باش البرلمان يمشي يقترح رئيس حكومة جديد، بالتالي اقتراح رئيس الحكومة يولي من صلاحيات النهضة ويولي من صلاحيات البرلمان ما عادش من صلاحية شكون
ستسحب وقتها البساط من تحت قدم شكون؟ من تحت قدم قيس سعيد. قال لهم لا ستوب، راه الدستور ما يعطيكمش الحق، راني مازلت انا هو سيد اللعبه الان للاسف بالنسبه ليكم وللاسف بالنسبه للظروف، خليتني انا الان سيد اللعبه في اقتراح رئيس الحكومه المكلف. كان قبلتوه تعدى حكومته وعلى وكفه المؤمنه شر القتال، ما قبلتوش سيحل البرلمان. هذا الكل حكومة تصريف الأعمال جات في وسط هالعركة ما بين سعيد من جهة وما بين باردو من جهة أخرى. نجي زعيري قبل ما ناخذ محمد أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري، تفضل. يعني أنا أقول هالتصريحات أو بعضها خاصة لقيادي حركة النهضة وحتى فما بعض كما قال رئيس الجمهورية، معنا بعض من يصدرون الفتاوى هو عبث عبث، وفما شكون اللي قاعد يدفع نحو الفراغ. رئيس الجمهورية اليوم تكلم وقت اللي تقابل مع راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب ويوسف الشاهد رئيس حكومة تصريف الأعمال، تكلم يعني بلغة رجل القانون بلغة المختص أستاذ القانون الدستوري. شنو قال بالضبط؟ قال ما يطبق هو الفصل 89 مش الفصل 97 ولا الفصل 100، لأنه فما قاعدة دستورية يعرفوها كل حتى المحامين ورجال القانون الكل، يعني القاعدة رقم واحد النص الخاص يطبق ويسبق على النص العام. القاعدة الثانية إذا تعارض النص الخاص اللي هو الفصل 89 برهان والنص العام اللي هو 97 أو حتى الفصل 100 يطبق النص الخاص. هذه قاعدة دستورية قانونية معروفة به. اليوم الحديث على الفصل 89، الرئيس كان واضح قال إذا ما تمكنش الياس الفخفاخ من الحصول على الثقة في البرلمان وقتها يتم اللجوء إلى الشعب صاحب السيادة، هو من يمنح السيادة وهو من يسحبها به. دونك يعني نمشيه مباشرة إلى انتخابات، يعني ما فماش ذهاب إلى المجهول أو الفراغ السياسي اللي تحدثوا عليه الناس. دونك به في باختصار راهو قيس سعيد يعني انا وقفت على كلمه لافته قالها، وصف الازمه الحاليه كمام باخطر ازمه سياسيه في تونس بعد الاستقلال. طبعا احنا راهو كلمه كبيره لا نهون هي من جهه الحمد لله راهو وهو العارف لنا ماشيين بالضبط الازمه هذه بالضبط تفاصيل الدستور مبالغه من روح دستوريه بالضبط الازمه هذه باش نتجاوزوها اكيد اكيد باش نتجاوزوها بالالتزام بروح الدستور. جوست باش نكمل يا ملاك فيما يتعلق بسحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال حكومة يوسف الشاهد، هذا أيضا يعني اللي قاعد يتحكاه هو عبث، لأنه الحكومة هذه حكومة يوسف الشاهد اللي منحلها الثقة هو المجلس النيابي السابق، والمجلس النيابي السابق اللي منح الثقة الحكومة هذه ما عادش موجود. من منح الثقة هو من يسحبها به. توا اذا كان نسحب الثقه توا على حد تعبير توا سي نور الدين البحيري او على حد تعبير سي اسامه اللي يكتبه من عارف شكون اللي عمل قاعدين اللي عمل ستاتيو ويقول نسحب الثقه اي نسحب ايه نسحب الثقه من حكومه تصريف الاعمال اي وبعد لا باش يقطع يوسف الشاهد برشا قراءات، لانه مع الناس راهو شوف راهو يعني شفت الاحزاب هذيا اللي ما اتفقتش مع الياس الفخفاخ وما اتفقوش مع حبيب الجملي. نحب نلخص في ثانية واحد اللي هو اليوم صلاحيته في انه هو صاحب الصلاحيه في اقتراح اسم رئيس الحكومه، حبوا يفكوا المبادره في الاعراضه قصه يوسف الشاهد. ينضم الينا مباشره عبر الهاتف امين محفوظ استاذ القانون الدستوري، مساء الخير، اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا ومرحبا بك، وحبيت نصلح راهو امين محفوظ مش محمد ميسور. مرحبا بك سي امين محفوظ، مرحبا بك مرحبا بك. هل تسمع في الجدل برشا تاويلات برشا قراءات دستوريه اليوم؟ قراءتك للمخارج والحلول الدستوريه للازمه السياسيه المتعلقه بتشكيل الحكومه خاصه الوضع الحالي اللي نعيشه توا؟ النقطة الإيجابية الأولى أنه في تونس الجدل حول الفصول الدستور، بينما في دول أخرى المعارك بالسلاح الناري، معنى هذه النقطة الإيجابية الأولى.
النقطة الثانية أنه في غياب المحكمة الدستورية تتعدد القراءات. على خاطر تقول لي أنت شنو الدور هالمحكمة الدستورية؟ قاعدة إشارتها؟ لا ما قاعدة إشارتها. أما تو نرجع لك علاش المحكمة الدستورية تحدد البوصلة وتحسم الخلافات، خاطر كيفية تحسم الخلافات هذا يساهم ما يسمى بلاباتيفيكاسيون دي رابور سوسيو، معناها تاي ثم تكون يقرر الموضوع ونمشيو للحاجة أخرى. الحاجة الثالثة أنه الفصل 89 كيف حكيت عليه كمشروع ساعة وبعد كيف ولا دستور، قلت راهو ردوا بالكم راهو الدستور هذا مع كل أسف تدخل في تفاصيل ما عندوش الحق يتدخل فيها، وإذا كان تدخل ما تعرف أنت من تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضي. دونك نوليو ننتظروا هالخروقات هذه وننتظروا هالمشاكل هذه. نرجو تكوين الحكومة. تكوين الحكومة عندنا زوز أنواع تكوين الحكومة. عندنا النوع الأول هو تكوين الحكومة بعد الانتخابات. هذا النوع الأول. وعندنا النوع الثاني هو تكوين الحكومة إثر الأزمات السياسية. الأزمات كيف نقول أزمات سياسية مثلا لا يحتلوا مثلا استقالة مثلا طرح الثقة شغور. احنا ما احناش في الحالة هذه. احنا في الحالة الأولى. شنو ينطبق عليه هالمرحلة هذه والوضع الراهن اللي ينطبق عليه هو الفصل 89 دون سواه. وكل من يريد أن يلتجأ إلى أي فصل من خارج الفصل 89 فأعتبر هذه القراءة قراءة شيطانية. هذه الأولى. ثانيا حتى في المنطق من يريد أن يراوغ يناوغ ويعتبر الدستور مجرد فصول وليس له روح ولا وجود للمبادئ، لأنك ليس أن تحسن اللغة العربية أو تحسن اللغة الفرنسية لتصبح مختص في القانون الدستوري. الاختصاص في القانون الدستوري فيه العديد من المصادر. نحن نقرأ النص ولكن نعود إلى المبادئ ونعود إلى روح النص. إذن من هذا المنطلق كل قراءة من خارج الفصل 89 هي قراءة عبثية وقراءة شيطانية. نقطة هامة وهامة جدا أستاذ أمين محفوظ. نعم. اليوم مش نسألك سؤال بسيط لأنه تعرف المتابع التونسي والمشاهد التونسي يحب يفهم الفكرة مبسطة وبطريقة مباشرة ما غير ما ندخلوا في متاهات الفصول. اليوم شنو أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد من حلول في ظل 89 الفصل هذا اللي كنت أحكي عليه سيادتك منذ قليل؟ الفصل 89 هو مش كان الفصل 89 فما نعرفش شو عنده رئيس الجمهورية. خلاص ما الناس تنسى شو عنده وما يشدين فصل معناه وينساوا المبادئ وينساوا معناه حتى روح الدستور. الرئيس الجمهورية توا عنا تكليف أول ما نجح مشينا للتكليف الثاني اللي عمله رئيس الجمهورية بناء على الترشيح منه هو دونك وإحنا في الأجل الأخرانية نتاعو معناه خاطر هو كلفه نهار 20 جانفي عنده في ليله الفخفاخ 30 يوم بالتمام والكمال لتكوين هذه الحكومه، و 30 يوم هذا يتحسبوا من 21 جانب. دونك اخر اجل لتكوين الحكومه يبدو لي احسبوا بالكدا انتم يظل يوفى نهار 19، لو تحسبوا 30 يوم بالضبط يقاوم نهار 19. باهي تقول لي شو التكوين؟ التكوين فيه خمس مراحل: الترشيح، التكليف، نيل الثقه، التسميه، وأداء اليمين. الخمسة هذوما يجب يكونوا في الشر هذا في 30 يوم. يجب احترام إذن مسألة التكوين في هذا الإطار. عندنا إشكال. شنو الإشكال؟ أنه السيد الياس الفخفاخ تم طرف من الأطراف قال له أنا منصحب وما نكملش معاك. إذن على السيد الياس الفخفاخ إما أن يمر إلى البرلمان ويقدم التشكيلة التي يراها مناسبة، وفي هذا الإطار نتصور لرئيس الجمهورية يلزمه اليوم العشية ولا على أقصى تقدير غدوة صباح يعطي تكليف ليتبعي رئيس مجلس النواب ليجتمع مجلس النواب ويقرر مصير هذه الحكومة، وإلا سيد ياسر الفخفاخ ما يمشيش للبرلمان في الحالة هذه جدا ممكن، ولهنا تنتهي وهذا الخطأ آخر من أخطاء الحسابات الدستور أنه خلى تقريبا فوق العشرين يوم ما نعرفوش يصير وش ما يصيرش مع الناس في زيادة في الفصل 89. تقول لي أنت نمشيه لل 97، نقول لك ما تلزمش تمشي لل 97 لأنه المسار يجب أن يكتمل في الفصل 89. أنت باش تقصد على الفصل 89. تقول لي باهي كيفاش؟ هاو النص ما عطاش إجابة، قال لي رئيس الجمهورية حل البرلمان بعد أربع أشهر، إيش نعملوا فيهم؟ نقول لك أنا لهنا
اليوم في غياب المحكمة الدستورية الوحيد القادر على قراءة النص بالطريقة اللي راها مناسبة هو رئيس الجمهورية. واضح، شكرا. ولكن ما نكملكش الفكرة؟ نخدموا معك هوني أمين محفوظ، ما عندي كونترانت بتاع وقت. تفضل واصل. لا إذا عندك كونترانت مثال كمل على روحك وإن شاء الله في مناسبة أخرى. تفضل واصل. ألو دونك لهنا رئيس الجمهورية يا يحل البرلمان، وإذا كان أنت باش تعمل لائحة لوم ليوسف الشاهد، هو يوسف الشاهد قال لك أنا راني حكومة تصريف أعمال، دونك يستهدف العهدة وعمل المجلس الوزاري وقال لك وقتاش يجي وخذوا حكومتكم، دونك ما تجيش لائحة لوم اللي ما عندكش أزمة مع الحكومة أنت باش تعمل لائحة لوم. اثنين، إذا كان باش تعمل لائحة لوم ونفرضوا واو إمكانية واردة معناها ما تنجحش في لائحة لوم تاعك، دونك يوسف الشاهد باش يقعد ستة شهور آخرين. إذا أنت لا تعترف في سيادة الشعب ولا تعترف بالأغلب بالبرلمان الجديد وبالمونداج الجديد واللي من المفروض يجيب حكومة جديدة. إذن إنما الحيلة في ترك الحيل، ما تجمش تلعب مع رئيس الجمهورية في المسألة هذه، لأنه تم فصل اللي يخلي فيه رئيس الجمهورية يرتفع على البرلمان اللي بين قوسين يغالطوا فيكم يقول لكم سلطة أصلية أو غال، هو سلطة فرعية ومن هو الفصل 72، خاطر الفصل 72 يخلي رئيس الجمهورية فوق البرلمان وفوق الحكومة وفوق الجميع، أنه هو يمثل وحدة الدولة يضمن استمراريتها وهو ساهر على احترام الدستور. ولا وجود معناه حتى كان باش تعاقبه أنت يلزمك تمشي للمحكمة الدستورية باش تعاقبه، هي ماهيش موجودة، وهي فرصة للمحكمة الدستورية باش تقول لنا الفصل 89، دونك المحكمة الدستورية مش موجودة. باركونت هو عنده سلاح كبير ياسر ضدك، شنو حل البرلمان، وهذه فرصته. إذا راهو أي معركة مع رئيس الجمهورية هي خاسرة مهما كانت هذه الحسابات العباسية. شكرا لك أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري أعلى كل التوضيحات هذه. برشا كما قلت لكم آراء، برشا أساتذة قانون للقانون الدستوري عندهم قراءات مختلفة. تنضم إلينا في ربط مباشر أستاذة القانون الدستوري سابيل القليبي. مساء الخير، أهلا وسهلا بك. بيه نرجع لها بعد شوية سلسبيل القليبي. كنت تسمع في أمين محفوظ شنو يقول؟ أي أنا ما صحيح يعني، ولو أني شوف فما بعض الفصل، ثم بعض خبراء القانون الدستوري توا كل اللي تحكي معه يعطيك تأويل توا كما سي أمين الحقيقة معناها وراءه محترم جدا وبعض الآراء الأخرى، لكن الفصل 89 يا ملاك راهو يعني فصل معناها أخفى بعض النقاط وبعض التفاصيل اللي هي مثلا على سبيل المثال رئيس الجمهورية وصحيح أعطاه الفصل 89 الفقرة الثالثة حل البرلمان، الحق في حل البرلمان، لكن وقت شي نجم يحل البرلمان؟ هل بعد استيفاء مهلة الأربع أشهر يعني 120 يوم وإلا قبل انتهاء المهلة هذه؟ دونك احنا قدام وضعية غريبة شوية. جست حبيت نرجع شوية ملاك تسمح لي، لا حكومة تصريف الأعمال، لأنه وقع فما شوية لخبطة، وفما حكومة تصريف الأعمال راهي يعني وقتاش تكتسب الصفة هذه الحكومة العادية بعد ما يتسلم البرلمان الجديد المهام متاعه، يعني تولي الحكومة قائمة بمهام تصريف الأعمال، يعني صلاحياتها تصبح محدودة، تقتصر مثلا على ضمان الأمن العام، على تسيير المرافق العامة والترتيب على هذا، فإنه المجلس النواب الحالي ما يمكنلوش سحب الثقة من حكومة هي بالأساس حكومة تصريف أعمال. يعني هنا شو قول أنا، الرئيس رئيس الجمهورية بعد ما سمعناه وعطى يعني أعطى رأيه وعطى تفسير وعطى توضيح للفصل 89، هذا الفصل لازم يتطبق، هو الضامن لعلوية الدستور، هو الضامن لاستمرارية الدولة، الدولة كما قال هو يجب أن تستمر. بعد شوية ما تكون معنا سابيل القليبي أستاذة القانون الدستوري، لكن قبل ذلك بقية المتفرقات الوطنية والدولية في رونديفو نيوز. انتهت اليوم فترة الحجر الصحي اللي خضع عليها عدد من التونسيين العائدين من مدينة ووهان الصينية، وذلك بعد مرور 14 يوما وهم في صحة جيدة حسب الدكتور سمير عبد المومن اللي رافق المجموعة.
أكد اليوم رضا الدلاعي عضو اللجنة البرلمانية للتحقيق في فاجعة عمدون أن الاستماع لضحيتي الحادث أميمة وشيماء أضاء جوانب مهمة في الواقعة تتمثل في وضعية الحافلة وتأخر وصول النجدة والحماية المدنية لموقع الحادث. وأوضح الدلاعي أن وصول الحماية المدنية إلى موقع الحادث كان بعد أكثر من ساعة من وقوعه، وهو ما يبرز وجود نوع من التضارب بين تصريحات الضحيتين والتقارير الرسمية. تمكنت الأجهزة الأمنية التابعة لمنطقة الأمن بمنزل بورقيبة أمس من تفكيك خلية إرهابية تنشط في المدينة تتكون من 5 أفراد، وبينت المعطيات أن أفراد هذه الخلية كانوا يخططون لتنفيذ عمل إرهابي بالجهة. تعرض 4 أعوان من الديوانة بمنطقة الروحية التابعة لولاية سليانة إلى الاعتداء بالعنف من قبل عدد من الأشخاص، مما أسفر عن إصابات متفاوتة بينهم 2 في حالة خطيرة، وذلك على خلفية قيامهم بنصب كمين لمهربين بالجهة، حسب رئيس المكتب التنفيذي للنقابة الموحدة لأعوان الديوانة حبيب حبيبي. في الشأن الدولي، ضربت العاصفة دينيس أمس عدة دول أوروبية، مما أدى إلى مقتل رجل جنوب ويلز بعد سقوطه في نهر وفقا لما أعلنته الشرطة البريطانية. وفي فرنسا تسببت العاصفة بانقطاع التيار الكهربائي شمال غرب البلاد. أفادت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم أن حصيلة حالة الوفاة بفيروس كورونا في الصين وصلت إلى 1770، وبلغ عدد الإصابات نحو 70500 مصاب في سائر أنحاء الصين، في حين فرضت السلطات المحلية إجراءات وقائية جديدة في محاولة لوقف انتشار الفيروس. كما أعلنت السلطات الصينية أمس عن إنتاج أول دواء قد يكون فعالاً في مكافحة فيروس كورونا الجديدة. يهمنا جدا ايضا انه نعرف راي الشارع التونسي في هذايا الكل. التونس اليوم كيفاش يشوفوا الوضع الحالي، البلوكاج اللي وصلت له المساله، تشكيل الحكومه؟ بعد شويه هذا كل باش نكتشفوه في لو كومونتير، لكن قبل ذلك تنضم الينا في ربط مباشر استاذ سبيل القليبي، استاذه القانون الدستوري. مساء الخير، اهلا وسهلا بك. مساء الخير، ومساء الخير لكل مشاهدين ومشاهدات القناة. مرحبا بك، شكرا لك على تلبية الدعوة. كيف تنظر أستاذة القانون الدستوري سبيل القليبي إلى دعوة سحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال ومن يوسف الشاهد واللجوء إلى الفصل 97 من الدستور التونسي اليوم؟ والله نتبع كيف ما الناس الكل، لكن مع شيء من الاستغراب، باش ما نقولش من التوجس، لأنه المفروض أنه إحنا في ظرف اللي هو عقب انتخابات تشريعية، والظرف هذا ينظموا الفصل 89، والفصل 89 فيه 3 فرضيات، والمفروض قبل ما ننتقلوا لحاجة أخرى اللي هي في الوقت الحالي ما يسمى بالفصل 97، نستعملوا أو نستغلوا الفرضيات الثلاث ولا الخطوات الثلاث المنصوص عليها في الفصل 89. يعني احنا مشينا الشوط الأول اللي كان فيه المبادرة للقوى السياسية اللي خذت أكبر عدد من المقاعد، فشلت الخطوة الأولى، انتقلنا للخطوة الثانية اللي تعطي المبادرة لرئيس الجمهورية بالقيام بمشاورات، ثم اختيار الشخصية اللي يراها هو أنسب، مش فقط لتشكيل حكومة لكن كذلك لتشكيل حكومة قادرة على الحصول على ثقة البرلمان. اليوم احنا بصدد الخطوة هذه اللي مازالت ما مشاتش الآخر، يعني الآخر النتائج متاحة، وبالتالي الحديث عن الخروج تماما من نطاق الفصل 89 والمرور إلى الفصل 97 اللي هو ينظم البرلمان بالحكومة، وتحديدا علاقة البرلمان بحكومته، يعني بالحكومة اللي اعطاها الثقة، وفي إطار سلطة الرقابة اللي منحها له الدستور على الحكومة هذه، فما من الآليات بالفعل سحب الثقة أو توجيه لائحة اللوم. ولذا دونك الغرابة الأولى هو أنه نخرج من حدود الفصل 89 قبل ما نفاو استعمال الفصل 89 اللي هو قلت في يعني الخطوة الثانية هي المبادرة الرئاسية باختيار شخصية وعرض الفريق الحكومي اللي عملته الشخصية هذه، هذا مازال ما تمش. وإذا كان سيلياس الفخفاخ يعرض حكومته ولا فريقه على المجلس وما يحظاش بالأغلبية، وقتها ما نمشيوش الفصل 97، وقتها نكملوا نطبقوا الفصل 89، يعني المفروض نمشيوا للحل. وصحيح فما إشكال تطرح فيما يتعلق بالحل باعتبار صياغة
للأسف يعني مرة أخرى نعاود ونقولوا صياغة النص الدستوري، احنا في البداية قلنا راهو الصياغة تطرح أكثر من إشكال، لكن اليوم قطع النظر عن القراءة النظرية عندنا أشهر وإحنا كل يوم نفطنوا أن الصياغة هذه تطرح أكثر من إشكال وتخلق أكثر من أزمة. الإشكال المطروح هو أنه النص متاع الفصل 89 يقول أنه لرئيس الجمهورية الحق في الحل، هذا يخلى البعض يعتبر على حق دايوغ أنه هذه ماهيش إلزامية، الحل حل المجلس و العودة إلى الناخبين، يعني هما الشعب التونسي هو باش يعاود يحسم في الأزمة هذية. صحيح بمقتضى نص مش دستور برمته، لكن الفصل 89 يعني هي مجرد حق متاح ولا إمكانية متاحة، لكن اليوم يعني إشكال ما عادش مطروح باعتبار أنه رئيس الجمهورية صرح بنفسه نيته في أنه يمشي لآخر شوط أو آخر أشواط الفصل 89 ويحل بالفعل المجلس. إذن القضية متاع صياغة الفصل 89 ما عادش مطروحة إطلاقا اليوم، وهذاك علاش يعني المرور للفصل 97 مفاجئ، وفي اعتقادي أكثر من مفاجئ يعني في غير محله، على أثر مرة أخرى صحيح بصريح العبارة حتى شيء ما يمنع المجلس القائم باش أنه يواجه لائحة لوم للحكومة القائمة، لكن يلزمنا نحط الفصل 97 ولائحة اللوم في إطارها لشنو تصلح هذه. مرة أخرى هي أداة لمراقبة البرلمان لحكومة منحها الثقة لحكومته، والحال أنه اليوم الحكومة القائمة ليست حكومة الأغلبية وليست حكومة البرلمان الجديد اللي انتخبه الشعب التونسي، ولذا توجيه لائحة اللوم في غير محله في اعتقادي. شكرا لك، شكرا لك سلسبيل القليبي أستاذة القانون الدستوري على كل التوضيحات هذه، توضيحات مهمة برهان ذولي لخصة لكم شيء بالتأكيد، لكن طبعا الآراء محترمة ويبدو أنه فما إجماع، وأنا نشوف قاعدين نضيعوا في وقتنا في نناقشوا في قضية حسم فيها الأمر بالضبط. يعني هذه قصة سحب الثقة من حكومة الشاهد، مناورة عملتها النهضة سحبتها بعد الظهر بعد قيس سعيد، اليوم سمعنا سي عبد الحكي سي عبد الكريم الهاروني قال نحترم رأي الرئيس وهذاك هو اللي باش يمشي باسون اوتر شوز. هي ترجع للسياسة، راهي السياسة هي اللي تحدد القانون، السياسة هي القاطرة اللي القانون يجي وراها باش يكيفها. هاك العام صادق بالعيد طلع شي 14 جانفي وقتاش بعد ما حصل الحدث السياسي اللي هو بن علي هز الطيارة ومشى، الفراغ الدستوري دخلوا راهو توا. انا نحب نحكي سياسه، هل فعلي للسياسيين امام الوضع هذا شنو هو الوضع؟ الوضع بالضبط خلينا نوصل الكلمه بالتالي راهو صدقوا والله ضيعوا في الوقت، والشعب الكريم لا هم ولا الفصل 100 لا 101 لا 400 يعني جد عليك، فما عاقل في تونس؟ الشعب اللي يتفرج فينا توا قاعد يشوف الفصل 97 والفصل 100 و101 وكيفاه وعنده شكون والقانون الدستوري كيما طلبت حقوقهم. خلي الشعب الكريم في السياسه اليوم النهضه طرحت عليك تحدي، رد عليها بالتحدي اليوم، قادرين جاتكم الفرصه توا يا خصوم النهضه باش تعملوا حكومه النهضه تولي في المعارضه. خويا العزيز الكوره توا كالعاده قلب تونس التيار الشعب واضح. سي الفخفاخ سي قيس سعيد يوريو تشمير الذراع، جات الفرصه التاريخيه اللي ينتظروا فيها توا انتخابات ولا تتحل الحكومه ونمشيوا الانتخابات وذراعك يعني فوق هو ببساطة الأشياء. التونسة شنو رأيهم في الوضع هذايا؟ شنو رأيهم في الأزمة الحالية متاع تشكيل الحكومة؟ نسمع الشارع التونسي في ميكرو تخوتوار في الكومنتار. المشهد السياسي توا متعفن إلى آخر درجة، والدول كانت تقول أن تونس هي الربيع العربي لو اللي خذا خذاو عليه القدوه توا ماشي للأسوأ. ماش عندنا ثقه في حد، خايفين من كل شيء. الساحه السياسيه ساحه بتعفن ياسر، ونقيم ما همش اهل كلهم للمسؤوليه السياسيه، ثماش واحد فيهم مسؤول سياسي. تجاذبات سياسيه كبيره ياسر ما بين ليغوشيست ما بين حركه النهضه ما بين الاحزاب الكبار الكل. يشكلوها الحكومه وتشوفوا شنو تعمل، اعطيوها فرصه خليوها كي ما تخدمش نحيوها. نحو الثقة، أما توا خليت تشكل الحكومة، خلي البلاد تمشي باركة. نحمل المسؤولية للشعب التونسي، الشعب التونسي ما راهش اختار، بقيادة مختارهم سياسيين هذا موجودين على الساعة. أنا أحمله أولاً لرئيس الجمهورية. لينا نحن للشعب اللي انتخب الناس هذية اللي ما عملت حتى شيء. كل الأطراف ما احنا الشعب. إلى أين؟ إلى المجهول. كان هما اللي شادين الكراسي ما يعرفوش، باش نعرفوا نحن.
هما اللي شادين الكراسي ما يعرفوش وين ماشي نحو الاسوء كل كو سوا حتى كوتي بوليتيك كوتي ايكونوميك راهي باش تمس كل شيء كوتي ايديوكاتيف سبورتيف مي تعرف الماشين بنيتي ماشي الخراب تونس ماشي الخراب خاطر الكل صفر 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 وهما يتعاركوا على اعطيني هذا واعطيني هذا ونحب المنصب هذا سعيدة جدا باستقبال لطفي زيتونة القيادي في حركة النهضة مساء الخير أهلا وسهلا بك شكرا لك على تلبية الدعوة مرحبا بك سي لطفي زيتون خلينا نبداو بالشارع التونسي بنبض الشارع التونسي اللي كنت تسمع فيه منذ قليل واحنا اللي سألناه على الأزمة الحالية اللي وصلنا لها خاصة بعد قرار مجلس شورى حركة النهضة بعدم التصويت لحكومة الياس الفخفاخ وحتى طالبت أيضا بسحب الثقة من رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد اليوم التونسي اختلفت أراء يحمل المسؤولية لما قالت إليه الأوضاع التونسي ثم اللي حملها لحركة النهضة ثم اللي حملها إلى عدم إلى الشعب التونسي نفسه في عدم حسن اختيار من يمثله ومن يتكلم بلسانه اليوم لطفي زيتون كيفاش يقرأ الوضع اليوم حركة النهضة هي المتهمة الأولى بتأزم الأوضاع وبالبلوكاج اللي وصلنا له اليوم بكل هاته بين قوسين ما يعبر عنه بالمناورات التي تستعملها خاصة في اللحظات الأخيرة شكرا على الدعوة احنا في أزمة سياسية وبدأ اليوم حديث أنه الأزمة السياسية ممكن تحول إلى أزمة دستورية حيث الناس كانت تنتظر أنه انتخابات باش تفتح على مرحلة جديدة يكفينا من السياسة نلهاو شوية بالاقتصاد نلهاو شوية بالفقر نلهاو شوية بالمشاكل متاع المواطن بالبركاجات نلهاو شوية بنظافة الشوارع نلهاو شوية بمعناها الأمن والقفة متاع المواطن يلقاو رواحهم قدام أزمة سياسية عميقة أنا نقول أزمة بدأت مش توا الأزمة بدأت في نتائج الانتخابات وكنا نقولوا أنه البرلمان بهذا القانون الانتخابي مش يطلع لنا برلمان ما هوش قابل معناها أنه يكون حكومة وإذا بش يكون حكومة بش يكون حكومة هشة احنا نعرفوا في السياسة أنه الحكومات هذه الائتلافية هي أضعف أنواع الحكومات ما تعملش إنجازات الحكومات الائتلافية إذا نجحت تحافظ على ستاتيكو وهذه الائتلافية تكون بين زوز أطراف في العادة إذا طارت بين ثلاث توا احنا نعملوا في حكومة ما بين معناها ما بين أكثر من خمسة أطراف ولا ستة أطراف في الأوضاع هذه الحل هو شنو؟ الحل هو اللي يسميوه حكومة الوحدة الوطنية إيش معنى حكومة الوحدة الوطنية؟ أنه ما يبقى حد البر فماش معارضة لأنه هي الحكومة بطبيعتها لأنه فيها أطراف متعددة معارضتها في وسطها باش تاخذ قرار بصعوبه كبيره كيفاش تفقوا سته ولا سبعه اطراف سياسيه فما تحتاجش معارضه من برا فضلا ان نقولوا تحتاج معارضه قويه ومن هنا جاء شعار حكومه الوحده الوطنيه انه الناس كلها تدخل الا اللي ما يحبش فهمتني هذا ماهوش الموضوع ماهوش طرف سياسي والا معناها لوكس سياسي لا هذا ضروره باش البلاد تمشي في المرحله القادمه لانه اذا حكومه بهذا ضعف كما قلت لك حكومة ائتلافية ائتلاف واسع ومعها معارضة مش تتعطل البلاد حتى إذا تعدت الحكومة فالإصرار على الموضوع هذا راهو له من أجل عيون حتى حد وله معناها كامبين ما بين طرف وطرف لا هو أنا أقول ضرورة أمام برلمان موزايك كما اللي أنجته الانتخابات بالضبط والشعب هكاك اختار الناس اللي مشات انتخبت اختارت البرلمان هذا فهمتني باش نكمل معاك لطفي زيتون فهذا البرلمان لا يحكم لا تحكم البلاد في ظل هذا البرلمان الا في ظل حكومه يشارك فيها الجميع ما فهمتش نرجع للكلام هذايا وازنه تعطلها والا تعرقلها لخصه للمشاهد التونسي شنو اللي صار ابرز المستجدات على اثر اجتماع مجلس شورى حركه النهضه وقراراته نشوفوا هذا تقرير لرحاب حواث ثم نعود حركة النهضة تعلن انسحابها من التشكيلة المقترحة ولا تمنحها ثقة بعثر قرار حركة النهضة لانسحاب من الفريق الحكومي أوراق السكن المؤقت لدار الضيافة إلياس الفخفاخ اللي خير الإعلان رغم ذلك عن تركيبة فريق الحكومي واستغلال ما تبقى من وقت لمواصلة المشاورات قررنا مع سيادة الرئيس استغلال ما تبقى من الأجال الدستورية لأخذ التوجه المناسب
بما يخدم مصلحة البلاد العليا. انسحاب النهضة قبل ساعة واحدة من موعد الإعلان عن التركيبة الحكومية بالتوازي مع تموقع كل من قلب تونس وائتلاف الكرامة في المعارضة، جعل من فرضية سقوط حكومة الفخفاخ واردة جداً، ليفتح بذلك المجال على مصراعيه للحديث عن فرضيات ما بعد فشل التكليف الثاني. حركة النهضة لوحت بإمكانية سحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال الحالية واختيار مكلف جديد بتشكيل الحكومة قبل انقضاء مدة الأربعة أشهر على التكليف الأول، فرضية فجرت موقف متباين من الأحزاب السياسية بين مؤيد ومعارض. الحكومة هذه يزم ينتهي دورها وما يزمش تواصل في العمل أشهر أخرى، خمسة أو ستة شهور أخرى. هذه حكومة نعتبرها خطر على السلم الأهلي. أنا من ناحية المنطقية غير ممكن، وهو التحايل القانوني ما هوش معناها منطقي ولا معقول. عندهم قراءة للدستور أن الدستور يمكنهم من سحب الثقة من يوسف الشاهد الحكومة الحالية وتقديم شخص جديد وتشكيل حكومة، وهذه دستوريا غير واضحة لأنه هو تأويل بالنسبة لهم. جدال سياسي وقانوني قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد إنهاءه بإقراره بعدم شرعية سحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال، بينما يبقى مستقبل حكومة الفخفاخ مجهولا ورهينا بما يمكن أن تحمله رياح المشاورات من تغيرات في الساعات المقبلة. لطفي زيتون القيادي في حركة النهضة، مرحبا بك من جديد. قبل ما ندخل في تفاصيل كل هذا، شد انتباهي تدوينة ليك على الفيسبوك، ويريد هي في قلب السياسة ما دامنا نحكي السياسة، إذا أصبحت السياسة غدرا فكون عبد الله المغدور ولا تكون عبد الله الغادر، ماذا يريد أن يقول لطفي زيتون بهذه التدوينة؟ أو بالأحرى شكون الغادر وشكون المغدور؟ لا، نقول إنه الأطراف يلزمها تتعامل مع بعضها. إحنا كنا توانسة، وأنا في البلاتو هذا من الجهة الأخرى كنت قلت أنه الناس الأصل أنه كنا توانسة والأطراف كلها على قدم المساواة، لأنها تمثل كل واحد في البرلمان يمثل جزء من الشعب التونسي، وهذا الجزء من الشعب قطع النظر على الحزب وإلى الأشخاص انتخبهم، هذا الجزء من الشعب يلزم نحترموه ونحترموا الممثلين اللي اختاروا. انتهت مدام قبلنا باللعبة الانتخابية وبالديمقراطية، الناس اللي تطلع يختارها جزء من الشعب يلزم نقبلوا بيهم بين الغادر والمغدور. أين تتموقع حركة النهضة؟ ونتعاملوا معاه. أنا مش معناها نحكي على واقع، نحكي مبدأ في السياسة. مبدأ في السياسة هو من حديث للرسول قال إذا فما فتنة فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. وقت اللي يولي تحارب أهلي، وقت اللي يولي أولاد بلاد واحدة ولا أولاد دين واحد يتعاركوا، ما أنت ما تكونش القاتل، افضل كنت مقتول لانه فما يوم اخر وفما حساب وفما واحد. فهذا الموضوع انه خلينا الناس كل تتعامل، معناها ما نستعملوش اسلحه ضد بعضنا من نوع هذه الفساد. يعني الناس كل تحكي مع بعضها، الناس كل تحكي مع بعضها ويقعدوا مع بعضهم، والناس كل تعرض على بعضها في 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 عروض، فهمتي؟ والناس كل تتساوى مع بعضها ويخرجوا للراي العام، واحد يضرب في واحد. هذا لم يفعل الا انه رذ صوره الناس اللي تشتغل بالسياسه. ما نقولش السياسيين لأنه ما زال ما عندناش سياسيين في تونس بالتعريف الحقيقي للسياسيين، ولكن الناس اللي تشتغل بالسياسة رذلها، رذل الأحزاب، رذل الديمقراطية، رذل مؤسسات الدولة، يعني تعب البلاد. هاكم تشوفوا في الناس تقول تعفنت، يقول وقت اللي مواطن يقول تعفنت الحياة السياسية، هذا الأصل يضرب في أعصاب السياسيين ويضرب في أعصاب الناس. موجه للجميع بما في حركة النهضة الكلام هذا يا لطفي زيتون، طبعا للجميع وانتي ضي كل مرة تعودوه لي للجميع، وأولهم حركة النهضة لأنه هي الطرف الأكبر في البلاد، أولهم حركة النهضة، مش منش من فمن بابي أولى معناه. سيد لطفي، وانتي في أجواء الاستعارات اللي جبتها من حديث الرسول حول عبد الله الغادر وعبد الله المغدور وأجواء الفتنة، خلينا نرجع بيك للفتنة ونمشي ونحاولوا نسحبوها من خلال أسئلتي عليك. اي كل الأجواء هذيك قبل معاوية في خروج السيدة عائشة مطالبة بثأر عثمان رضي الله عنهما وهز القميص رضي الله عنه، قراءات التاريخ تقول وقتها لا محبة في معرفة الحقيقة على مقتل عثمان بقدر ما هو كره في علي. انتوما قصة هذه حكومة الوحدة الوطنية اللي قدموا فيها برومانسية فائقة أنه اليوم البلاد ما تحتملش وما نجموش وكذا ومش معقول نعملوا معارضة معطلة. في الوقت سيد لطفي يطرح عليكم ناس مراقبين للساحة السياسية يقول لك الصيغة اللي اقترحها السيد الفخفاخ صيغة مريحة لحكومته في نهاية الأمر، هو استثنى فقط قلب تونس.
يعني إذا كان أنتم مرضيتوا بالطرح الذي طرحه السيد الفخفاخ في إطار تصوره للمرحلة، لن يكون هناك تهديد بالفعل لهذه الحكومة، لن تكون حكومة أقلية، ستكون حكومة مكونة من النهضة، من التيار، من الشعب، من ائتلاف الكرامة، يعني وبطيف يعني من المستقلين، من تحية تونس، يعني الأغلبية المريحة متوفرة. هذاك علاش هما يقولوا لكم أنكم أنتم، وهنا نرجع نعطفلك على السيدة عائشة، تتعاملوا مع قلب تونس كقميص عثمان رافعينه، ولكن الأساس الصحيح هي قصة دفاعكم عن موقعكم السياسية، كأنتم تحبوا عاصمة الفعل السياسي. العاصمة توجد في باردو ولا توجد في كارتاج. مشكلتكم مع حكومة الفخفاخ لا قصة وحدة وطنية لا شيء، وزير داخلية جديد اتحط في آخر لحظة ما كومش موافقين عليه، قصة وزارة تكنولوجيا الاتصال لنيجم الكبير الغامض شبيكم شديتوا فيها وليت قصة حياة وموت، وقصة التنمية المحلية والبيئة. كيف تجاوبنا سي لطفي على المسألة هذه؟ علاش بالضبط؟ أنت تسأل ولا أنت؟ بشكل خاطر عملت مقدمة تحليل وأعطيتك السؤال في الأخر. وصلت حتى السيدة عائشة. الموضوع موضوع حكومة الوحدة الوطنية وقت الجه. أنا قلت نهار 20 أكتوبر، قلت هذا البرلمان ما يمشيش إلا بحكومة وحدة وطنية. أنت تو ما كنتش تسمع فيه إيش قاعد نقول. وحدك كنت. قلت لك الحكومة حكومة ائتلافية واسعة معارضتها في داخلها. أمان سي لطفي راح نتذكر في زملائي في النهضة نهار 20 أكتوبر اللي تحكي عليه، كانوا يقولوا هذه حكومة الثورة وحاجتها بحكومة الثورة والفاسدين على برا. ما قبلوش، أنا قلت لهم أنتم غلطين يا أخي. أنا نشرتها مداخلتي في مشروعها وأنت جاي مش تحب تقول يعني أنت تو معناها ما فهمتكش. حاجتي بموقف الحركة سيد لطفي. أنا باش نقول لك موقف الحركة، اصبر علي. موقف الحركة كان رافض وقتها، وكان لن، قلنا لن هنا ما يلزمناش نستعملوا لن، ونقصي أطراف، والذي يستعمل لن سيندم عليها بعد قليل. مش هكا مشينا في اللن حتى سقطت حكومة الجملي ولا لا؟ ليلة حكومة الجملي قال لا مانيش باش ندخل حتى حد، سقطت الحكومة ولا أنا غلط؟ طيب الناس حفظت الدرس، عملوا مراجعة اجتمع مجلس الشورى اللي هو العقل الجمعي نتاع حركة النهضة، ولاحظ الكارثة التي وقعت. معناها الشهرين الفرصة اللي اعطاها لك الناخب باش تكون حكومة، معناها جاب لك 54 مقعد وعطاك فرصة باش تكون حكومة، أنت ضيعتها. علاش ضيعتها؟ لأنك ما عرفتش تجمع الناس. إذا الدرس شنو هو؟ تجمع الناس. هذا علاش شادين صحيح؟ تحكي عليه انت الوزارات والمحاسة يا اخي العزيز، هذا هو المعمول به في الديمقراطيات. هذه الحكومه علاش توري فيها انت كان للراي العام كان هذه جريمه؟ مانيش نوري فيها بالعكس. فما زوز انواع من الديمقراطيه. الديمقراطيه تنتج حزب ب 51% يعين من يشاء من وزراء من اعضائه وزيرا. وفما ديمقراطيه كيف اللي عندنا هذه بهذا القانون الانتخابي الكسيح واللي معطل البلاد، فهمتني؟ تنتج هكا يلزم الناس تجلس حول طاولة وتتوزع المسؤوليات. قادرين في اللحظات الأخيرة والساعات المتبقية. وشوفنا احنا ناس تجبد أكثر من نهضة. فما ناس قال لك أعطيني الحقائب الأمنية داخلية وعدل. ما سألتش أنا حزب سياسي إيش باش يعمل بالعدل. يعني يجلس المكتب السياسي نتاعو ويحط الملفات نتاع الناس ويقول له برهان نعديوه لطفي نسامحوه، ولا إيش باش يعمل بوزارة العدل؟ يعني إصرار حزب سياسي. ما سألتش أنا، ما دام اللعبة الديمقراطية هذيك هي، وإلا ما تحبش تعطيني هذه، أعطيني الحقائب الاقتصادية الكل هي والجماعة الأخرى تبدأ تمروح عليك، الأحزاب الأخرى إيش تعمل؟ هذيك، ولكن هذاك يلزم الناس تجلس حول طاولة وتضع الحكومة وتتوزع المسؤوليات، باعتبار أنه كل حزب يأخذ نصيبه، والحاجة الثانية كل حزب ملزم أنه يقدم الأكفاء. فهمتني؟ ولكن موضوع الحكومة حكومة الوحدة الوطنية هذا جديد، لأنه الناس ما حبتش ترجع للماضي، ما حبش نعاودوا التجربة نتاع الجملي فقط. يعني احنا في تونس نوليوش حتى كلمة الوحدة الوطنية عيب يا رسول الله. نعملوا إذا كان في الحالة واحد يكون يحب يدخل الطرف الكل تجي تقول لي أنت يا عنده وحدة مريحة علاش هذاك ما خليوش برا يحب يدخل يا أخي؟ إيش نعملوا إذا كان فما أطراف لا تحب يدخلوا مع بعضها؟ وأشباهه دخلوا، أشباهه دخلوا وهو موافق على برنامج الحكومة. قولوا انت لا انت اقعد انت الحمار الاجرب نخليوك البرة. سيد لطفي نحب نمشي على ومش 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 قلب تونس فقط، اكثر من قلب تونس، فما ثلاثه اربع حزاب قاعدين برا. الاصل انهم يدعى الناس كل، وانا ادعو انه الناس كلها تدعى حول طاوله، الناس كل الممثله في البرلمان الا اللي يقول انا ما نحبش. صح علي ما يحبش
فهمتني؟ اما حبيت تقول لي انت تقول لي علاش النهضه تحب اي بالضبط الاقتصاد الرقمي الاقتصاد الرقمي اي بالضبط الاقتصاد الرقمي شنو حكايه الاقتصاد الرقمي؟ قالت النهضه تهم النهضه انها تجيب تاخذ في معلومات والداتا نتاع التوانسه وترشح طيب النهضه قالت نحيدوها نجيب واحد محايد اليوم هذا القرار نجيب واحد محايد فيها عيب فيها عيب هذا لبنى جريبي تعتبروها غير محايده؟ أنا الأستاذة لبنى صديقتي. إذا فهمتني؟ وفي حكومة الجمهورية أيضا أعتبرتها مستقلة. تقييم الحزب مش تقييم تقييم الحزب يشوفها أنه هي قريبة من التكتل. فهمتني؟ هذا هو لا فما لا سمعت حتى واحد شكك في ذمتها، لا سمعت حتى واحد تعرض لها بنصف كلمة. قال هذه مترشحت ولا مش عارف على قوائم التكتل انا لبنى جريبي في اي موقع من رئاسه الحكومه حتى اي كتاب الدوله انا نشوفها كفى وخذها مني شخصيا وكانت في حكومه حبيب الجملي صفتها مستقله فجاه ولا بالضبط صوتوا عليها حكومه حبيب الجملي وين هي تي ماني تعرف تي نحكي لك على لبنى جريبي انا على لبنى جريبي مانيش في معرض توا اتهام للسيده الاستاذه لبنى شريبي انا وانا استقلاليه باهي شيخي بالله اتهامات الناس الطلب هو قلت لك انا انت قلت لي انتم حريصين عليها قلت لك توا النهضه موافقه انه ياخذها واحد وبالنسبه للداخليه مازال عندكم احترام احتراز على السيد البشيش وزاره السياده اللي اول واحد عرض تحييدها هي حركه النهضه ولا انا غلط الاطراف الاخرى قالوا نسيسوها نوزعوها على الاحزاب قلنا احنا ما يجيش فما اولا زوز وزارات السيد الرئيس الجمهوريه معناها عنده فيها قول فهمتني وفما زوز وزارات مهمه متعلقه تعلقت بها كثير من الاحاديث دوسيات وملفات وترجو انت ادرى مني بهذا الموضوع قلنا هذين نحيدوها حياه حقيقي كاو اي تفضل ما نحب نفهم الموقف المشيشي غير محايد ما في باليش انا فما احتراز على السيد المشيشي ما في باليش واضح انا سلوت في باش نمشي لك مباشره الى رأي شخصي معناها خليني نقول ما مانيش مش نمشي يعني ما يقال والتعليقات وكذا واحد وتأويل التصريحات قيادي حركة النهضة حركة النهضة منذ البداية منذ تكليف الياس الفخفاخ ورتنا برشا وجوه ورتنا الوجه الأولاني هو وجه الحركة اللي قابلة بحزام سياسي معناها اللي أعلن عليه الياس الفخفاخ من الأول ما عملتش احتراز على إقصاء لقلب تونس من بعد شفنا وجه ثاني لحركة النهضة النهضة المتمسكة بتشريك قلب تونس النهضة المعترضة على إقصاء أي كان أي طرف وطالبت بتشريك قلب تونس وتشريك ائتلاف الكرامة ثم شفنا وجه آخر لحركة النهضة اللي تطالب رفع شعار حكومة الوحدة الوطنية اللي يدخلوا فيها الأطراف الكل وطالبوا الياس الفخفاخ بتوسيع المشاورات توسيع ما يسمى بالحزام السياسي والبرلماني ثم مشينا إلى وجه آخر لحركة النهضة يعني ما عادش قصة حكومة وحدة وطنية وتوسيع مشاورات وتوسيع حزام برلماني ولات المسألة متعلقة بهذا الانطباع العام عند الناس سي لطفي حركة النهضة اخذت يعني عرض عليها الياس الفخفاخ خمسة وزارات خمس حقائب وزارية وزوز وزراء مستشارين في رئاسة الحكومة لكن النهضة ما رضتش طالبت بالمزيد طالبت بمعناها تعيين وزيرها السابق أنور معروف على رأس وزارة تكنولوجيا الاتصال به أنت توا كنت تقول لا طالبنا بتحييدها تحييدها إيش معناها معناها يعني لا تسند إلى أي حزب إلى أي طرف سياسي آخر صحيح طلبت بتحييد وزارات السيادة هذا المعلن لكن المخفي كان لا وزارة السيادة ما يتعينوا عليها شخصيات إلا بموافقة حركة النهضة من بعد في الحلقة الأخرى ولينا نسمع حركة النهضة تقول لا هل الخمسة وزارات هذه ما هيش مش في حجم حركة النهضة لأنه فما كلام برشا سي لطفي يتقال الداخل في دار الضيافة في قصر الضيافة وقت اللي يتقابل رئيس الحركة ومعاه الوفد اللي يمثل الحركة والياس الفخفاخ الحديث اللي كان يدور سي لطفي الداخل حديث على اعطيني وزارات خمسة وزارات غير كافية لحزب جالول جاب 54 مقعد لا طالبين 10 وزارات ولات مساومة شنتاج مقايضة قداش تعطيني قداش نعطيك
ودخلت الحركة في هذا المنطق. يعني مش مسألة حكومة وحدة وطنية وحكومة معناها يزم تكون معناها أكثر تمثيلا معناها في البرلمان. يبدو لي هكي ذولي سلط فيها بصلح لي كاني غلط، أما أنا راني أنقل يعني معطيات صحيحة. مش غلط برشا، ولكن هاوين التصليح يعني. أولا أنا نشوف في في الغرب نادر في الديمقراطيات يعني مش نادر برشا الحكومات الائتلافية هذه، إلا في بعض الدول اللي صلحت أنظمتها السياسية. ثاني شفت أنا في بريطانيا مرة اضطروا باش يعملوا ائتلاف، دخلوا قيادات الحزبين اللي باش يعملوا الائتلاف العشرة داونينغ ستريت مع رؤساء رئيسي زعيمي الحزبين، خرجوا بعد 4 أيام بحكومة وكتاب في برنامج الحكومة الائتلافية. انت تحكي على بريطانيا سلوت فيه مش لحظه حتى واحد ما كان يعرف شنو اللي وقع في الاربع ايام هذاك مع الاعلام البريطاني الخرافي. احنا هنا كل شيء قاعد يصير تحت الاضواء، ناس واقفه قدام دار الضيافه والاحزاب كلها معناها امورها رخوه شويه، معناها المعلومات قاعده تخرج بشكل معناها سريع. شنو اللي وقع؟ فما زوز مسارات للتفاوض، فما مسار طبيعه الحكومه، هل هي حكومة وحدة وطنية وإلا حكومة ائتلاف عادي بين مجموعة من الأشباه والمتشابهات، وفما مسار آخر هو تشكيل الحكومة نفسها من حيث البرنامج ومن حيث تركيبتها. المنطق العادي السياسي العادي يقول نتفقوا ساعة في طبيعة الحكومة، وبعدين بعد ما نتفقوا في طبيعة الحكومة يعني حكومة وحدة وطنية ولا حكومة ائتلاف أضيق من الوحدة الوطنية، ونتلموا الاطراف نتاع الائتلاف هذاك وبعدين يقسموا الحكومه. هيك المنطق. لا احنا بما انه قاع تعطيل في المنطق في الاول في طبيعه الحكومه. ماذا قلت انا معناها حكومه وحده وطنيه. الناس قالت لا. فما ناس انا ما نحبش نخدم معاه. طيب نقعدوش احنا شهر كامل حتى تنتهي المده واحنا نناقشوا في الموضوع هذا. علاش تغيير بشويه سمح علاش تغيير قال برا امشي نمشي واحنا في التركيبه. هذا المنطق هذا منطق السيد رئيس الحكومه معناها نمشيو في ما يتسماش تلاعب بالمصطلحات هذا سلوت في نعم ما يتسماش تلاعب بالمصطلحات السياسيه ما يعني توا في حكومه حبيب الجملي ما كانش فما ما سمعناش كلمه هذه مصطلح حكومه وحده وطنيه ما سمعناش. قلت لك عملنا غلطه هي كتبت الحكومه يا رسول الله فجأة يعني نزل خاطر او خليني مش خاطر يا ودي وهو وحي ايه كيف الطبقه السياسيه كلها واولها النهضه حكومه تعدت 72 مقعد ب 72 فوت هذا ما يكفيش باش الناس تتخذ دروس هي فن الممكن لا شيء الناس دروس لا شيء ثابت في السياسه باهي متفق معك ليش نقول لك حاجه انا استخلصوا الدروس ما نوصلوش الحكومه وحده وطنيه ممكن ما نوصلوش معناها وقت اللي انا نرفع نقول يا ولدي البلاد هذه ما تمشي الا هكا واول مره احنا نقولوا هذايا وما يصيرش يعني احنا توا رانا تجربة مريرة في كل عام رئيس حكومة بمعدل كل عام رئيس حكومة وأكثر عندنا آخر رئيس حكومة إنسان محترم جدا سي الحبيب الصيد ذهب إلى البرلمان منالش الثقة فماش علاش إلا لحسابات سياسية وعرفوها وقتها عندنا السيد رئيس الحكومة توا عنده 3 سنين يخدم والآن هو في المراحل الأخيرة متاع الكارير متاعه كرئيس حكومة وإن شاء الله يواصل على كل عمل في السياسة في تونس الناس تناقش نبعثوه بسحب الثقه ولا نبعثوه كيفاش يعني الحياه ترجع إيه قلنا احنا خلينا ناخذ بوز خلينا ناخذ بوز يا سي يا سي يا سي اي علاش جاب انا راني انا راني من انصار الفكره هذه احسن واحد يفسرها لك هو انا علاش جاي قرار الانسحاب خلينا ناخذ بوز من هذا الانقسام اللي فدوا منه الناس حكومه وحده وطنيه ستنتفي كل المبررات امام السياسيين في انهم ما يتناولوش قضايا المواطن الحقيقيه لا تقول لي المعارضة عطلتني لا تقول لي راني فما صراع سياسي إذا لا تقول لي كتلة رشنوة لا عطلوا لي القانون لا عطلوا لي المحكمة الدستورية لا عطلوا لي حتى شيء سيكون الطبقة السياسية بحكومة وحدة وطنية ستكون عارية أمام المواطن ما عندهاش حتى البحر أمامكم والعدو وراك يلزم تحلوا لنا مشاكلنا يقول لك قبل جربناها وفشلت قبل جربناها وفشلت وينتهي الانقسام الناس فردت من الانقسام الانقسامات كلها مفتعلة وجزئية ما عندهاش حتى علاقة بمصلحة الناس وبمصلحة البلاد انت قلت
قال سي برهان قال الناس مش مهتمة. يا ودي الناس مش على بالهاش بين الكل، مش بركب الدستور اللي نعملوا فيه الكل. الناس لا اللي لا في تالا وفي القصرين، والناس اللي في المكناسي، والناس اللي حرقت اللي تحرقت واللي التوى معناها بعد 10 سنوات يسمعوا كان في الكلام. وقت اللي نعملوا حكومة وحدة وطنية ما فماش إلا العمل. القرارات الصعبة ما عندكش مبرر باش ما تاخذهاش خاطر ما عندكش معارضة. المشاكل كلها المشاكل السياسية كلها الأصل تكون محلولة. المحكمة الدستورية عندك ائتلاف فيه 200 نائب امشي يخدم على روحك. الأصل في الأصل في الدرجة إذا كان ما وصلنا لهاش تخرج المحكمة الدستورية. ولذا الموضوع وهذايا إذا فما درس من التجارب السابقة الكل هو هذا. عملنا حكومات ائتلافية موسعة ب 170 مقعد في البرلمان سي حبيب الصيد. ترويكا ب 165 مقعد تعدات والكل انهارت. علاش؟ لانه الوضع هذا حتى لين نهار ربي يفتح علينا ونغيروا القانون الانتخابي هذايا ونقبلوا انه نعطيه حزب 5 سنين يحكم ببرنامج واضح وبوزاره واضحه وبمؤسسات واضحه ومن بعدين اذا عجبنا نمددوا له كما يعملوا في العالم المتقدم الكل، اذا ما عجبناش نطردوه ونجيبوا حد اخر. مادامنا برلمان يجيب 10 كتل و15 كتله والناس ممزقه وتسب في بعضها يكفي من هذا يا اخي يكفي. احنا ايش قلنا؟ ولاش واحد تفر انه قال التوانسه يلزمهم يتوحدوا، واول ناس يلزمهم يتوحدوا في التوانسه اللي هم مقسمين التوانسه شكون؟ مقسمين التوانسه هما السياسيين. والتوانسه يتسالوا يقعد يشوف الناس يقول شفاش مختلف هذا شنو المختلفين؟ الكرامة والنهضة والتحية تونس والقلب والتحية والنهضة والشعب فاش مختلفين؟ ما يفهمش الناس فاش مختلفين. وقت اللي يبداو يحبطوا يحكيوا في الاقتصاد يلقاهم يحكيوا نفس اللغة. يطلع الفوق شوية يطلع الفوق شوية ما عادش يفهم علاش مختلفين. خلنا نسألك سؤال في بعد انسحاب حركة النهضة توا فما تصريح أدلى به نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس قال إذا تمت دعوتنا من المكلف بتكوين الحكومة سنذهب إلى المشاورات. وقال نبيل القروي قال طلبت لياس فخفاخ بحل الحزام السياسي الحالي وإعلان ضم قلب تونس للحزام السياسي. يعني تتوقع أنه تقعد حركة النهضة خارج الحكومة أو خارج التركيبة الحكومية؟ إذا شنو؟ يعني إذا قبل قلب تونس معناها أنه يحل محل حركة النهضة يعني تمشي حركة النهضة المعارضة يعني ما نتوقعش يصير هذا وقتها باش نوليو طحنا في مستوى. هذا هو تصريح مازال كبط توا في صحيفة الشارع المغاربي. إذا قرر الفخاخ بإشراك بتشريق التونس وإبعاد النهضة إذا قرروا أنه يعملوا حكومة بدون النهضة، النهضة تمشي المعارضة نهاية العالم. في الديمقراطيات الإنسان يكون في المعارضة ولا في السلطة والناس كلهم شركاء في الحكم المعارضة والسلطة. المعارضة في الدستور التونسي هي ترأس لجنة المالية ماهيش شوية وهي عندها أصوات 54 صوت زادة ماهيش شوية ما تعداش قوانين ما تعداش واحد بحيث ليست نهاية العالم أن تكون النهضة في المعارضة. إذا كان باه تحبوا تجتمعوا أنتوما ضد النهضة مش تجتمعوا برك مش بس ضد اجتمعوا برك يا ود مش مشكل. النهضة ستكون معارضة إيجابية جدا يا سيدي سيد لطفي والنهضة ستدعم ستبارك هذا الاجتماع غير الناس تجتمع ما عادش تتنافى لانه توا الناس ماهيش رافضه الناس كلها تحب تجتمع معنا. انا ما سمعتش الا طرف واحد ان شاء الله ربي يهديهم مع مرور الزمن. انا عندي امل انه ينقص العداء ولكن بقيه الاطراف كلها ماهيش هي ما تحبش تخدم مع الناس تحب تخدم مع الناس كل الاطراف اما ثم تنافي بعيدا عن النهضه ناس تبعد في بعضها احنا ما نحبوش. إذا الناس هذه قالت نخدموا مع قلب تونس والناس كلنا مع بعضنا وخلي النهضه لبرا يا سيدي النهضة تضح مش مشكل غير الناس تجتمع وتوا مع مرور الوقت نزفتوا الكياسات ونسلكوا الامور يعني والناس كلها تجتمع مش هادش يعني سيد لطفي فهمت كما يقع في الكيمياء تنحي عنصر باش تمشي المعادله ومن بعد ترجعوا ما هكا ولا اذا فما هذا خلينا نرجع ماهوش ليس نهايه العالم وانا نقول النهضويين قول النهضويين معناها انتم 8 سنين مشاركين في الحكم كونكم تكونوا في المعارضه مش مشكل حتى رغم اللي الشعب انتم الاولين مش مشكل اذا في مصلحه البلاد هذا يعملوا بوز اذا في مصلحه البلاد مش مشكل يعملوا بوز لن يقع لانه المنطق يقول المنطق اللي دينا به انه ما نجموش في مثل هذه الظروف ومثل هذه الانقسامات نخليه معارضه قويه لبرا نخليه الطرف الاكبر في البلاد نخليه لبرا ما تمشيش البلاد
ما عادش باش تمشي البلاد. السيد لطفي انا خلينا نرجع لك بالكلام اللي في اطار لهجه الافق التاريخي، خلينا بالتكتيكات تو باش يحصل غدوه بعد غدوه، تو يجي غدوه. شبينا برك ما خلينا في الوحداني اشرب كاسمي، تكلمت برشا ما خليتناش نسالوا حتى احنا زاده. باهي اشرب الماء واسمع سؤالي بالذات. انا التقطت نوع من التناقض في الكلام تاعك، خاصة في القفلة اللي قفلتها. استشهدت بتجربة الترويكا اللي كانت بأغلبية 165، استشهدت أيضا بتجربة توافق نداء تونس والنهضة، وقلت هذه التجربة في نهاية الأمر يعني اللي تنجم تكون قارب النجاة في مواجهة مشاكلنا. في الوقت اللي اليوم الانتقادات كبيرة، هيقولوا لك بيلان ترويكا بال 165 نائب بتاعها شنو هي حلت مشكلات الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في البلاد؟ تجربه التوافق وانت كنت من اشد المتحمسين لها بين نداء وحركه النهضه، اليوم الناس صوتت في 2019 في انتخابات 2019 ضد هذا التوافق، صوتت يعني بافق اخر. متى تعتقد ان التجربه الديمقراطيه التونسيه تصبح ناضجه لوجود حكم ومعارضه وما نخافوش منها الحكايه هذيا؟ فما ناس يقول لك انت بيدك توا قلت ما نخافوش، حتى النهضه اللي في المعارضه ما يلزمش تخافوا. ما يلزمش شوف والله ما يلزمش لطف عليك تفضل. يظهر لي باش نعطيك كاسي انا. ما يلزمش يحركنا الخوف ولا الطمع في السياسه اذا ولا اي من الغرائز. يلزمك تحركك المصلحه الوطنيه. أتنقول لك علاش. احنا توا الحكومات السابقة ما كانتش حكومات وحدة وطنية. المرة الوحيدة اللي عملنا فيها حكومة وحدة وطنية هي الحكومة الأولى متاع سي يوسف الشاهد، كانت كل الأطراف قرطاج واحد مجتمعة، خذت جمعتين الحكومة باش تشكلك ولا لا وتزكات بأغلبية كبيرة وبدأت تخدم. والنتائج كانت لا هات نقول لك صارت مو مشكلة في الأثناء عاد أنت أدرى بها. الحزب الأكبر نهار تفتت ديموليسيون كونترولي الحزب الاكبر، هذا شنو نعملوا له؟ فهمتني؟ الاصل توا ما حدش عندنا، هاي توا الحزب هذاك ولا خمسه ولا سته احزاب، فهمتني؟ نتحدثوا على واقع توا، فهمتني؟ لو كان تواصل الحزب الاكبر نيدا تونس تواصل بتلك القوه وما دخلتش فيه القعباجي، التجربه هذيك كانت باهيه، فهمتني؟ كانت ماشيه. ونتذكر احنا في المرحله الاولى هذه اللي كانت فيها الناس كل مجتمع تحققت جمله من الانجازات. وقت اللي صار الانهيار السياسي معناها الانجازات هذيك حتى هذيك الانجازات تبخر. هذاك علاش انا نقول لك وانا مانيش نحكي راهو مش نحكي من فراغ، معناها انا توا مانيش فقط عضو في حركه النهضه، انا باحث في العلوم السياسيه واختصاصي هذا تجارب الانتقاد الديمقراطي راهي وثقت في عشرات الكتب. والصعوبات هذه اللي نشوفوا فيها في تونس مرت بها رومانيا ومرت بها بلغاريا ومرت بها المجر ومرت بها الاوروغواي ومرت بها كولومبيا ومرت بها غواتيمالا ومرت بها كثير من الدول مرت بها، فهمتني؟ وحنا نقراو في الاخر. وهذا علاش انا كنت نقول فيه من الاول يا ولدي تجمعوا راهو هكا بالشكل هذايا، وقتاش نجموا نعملوا معارضه وحده؟ وقت اللي يتغير القانون ويولي قانوننا الانتخابي ينتج 51% لحزب واحد. وهذاك علاش في الديمقراطيات الانظمه اللي يعملوها الانتخابيه فما انظمه تفتت الساحه واللي احنا خذيناها. علاش خذيناها؟ لانه كنا باش نعملوا دستور فكنا نحتاجوا البرلمان يكون فيه كل الاقليات نتاع البلاد تكون ممثله باش الدستور يمثل الناس كل. خلينا القانون هذاك ودينا به باش نحكموا. القوانين اللي مصنوعه للحكم هي قوانين تجمع تعطي بونيس للحزب الاول، انت تجي الاول ينحيوك العتبه هذيك ويعطيوها للحزب الاول، هذا اذا كان بروبورسيونيل. ولكن الانظمه المستقره جدا في الانظمه المستقره جدا هي انظمه الاغلبيه، انت فيرست باس ذا بوست يسموه، انت الاول تاخذ الكل، فهمتني؟ الساحه السياسيه جاهزه اليوم لل ما هيش جاهزه وهذاك علاش ما نجمناش نغيروه. ولكن يلزم السياسيين يحطوا نصب اعينهم تغيير هذا القانون في مصلحه البلاد، فهمتني؟ وفي مصلحه الدوله. لطفي زيتون الان في غياب هذا القانون ايش نعمل؟ انتم تحبوا تقولوا حكومة ائتلافية، ودي حكومة ائتلافية راهي بار ديفينيسيون حكومة ضعيفة مهما يكون الجهاب ذا اللي باش يكونوا فيها، مهما تكون الكفاءات، لأنه طريقة أخذ القرار فيها معقدة جدا، يلزم 10 من الناس يجتمعوا باش ناخذوا قرار بسيط باش نعديوا قانون للحكومة باش نعينوا والي باش نعينوا ولذا الآن ايش قلت لك أنا؟ نحيوا هذا كيفاش نحيوه؟ الناس كلها مع بعضها
ما فماش معارضه. لطفي زيتون نختم معك بسؤال ما زلنا اقل من ما تحبوش تقتنعوا يا اخي تحبوش تقتنعوا ممكن فما امكانيه كبيره انه نمشيو فما امكانيه كبيره لانه فما ريزيستانس كبيره للحكومه الوحده الوطنيه نمشيو حكومه معارضه وهذا اللي قال احنا ان شاء الله ربي يحيينا كلنا بعد 3-4 شهور تو نعاودوا نناقشوا نختم معك كيف هي اليوم علاقة حركة النهضة برئيس الجمهورية قيس سعيد؟ اليوم أصبح الحديث على أنه حركة النهضة تحاول الانقلاب على صلاحية رئيس الجمهورية، أصبح الحديث على مسائل الفصول الدستورية اللي هي فيها تعدي على هذه الصلاحيات، خاصة منذ بدأ الحديث على سحب الثقة واللجوء إلى الفصل 97 من الدستور التونسي وسحب الثقة من رئيس حكومة تصريف الأعمال. مانيش في جدل دستوري، مانيش أنا اختصاصي، ولكن أنا مش نحكي سياسة. من الناحية السياسية يا أخي حفظ المقامات مهم جدا في العملية السياسية رئيس حكومة خدم الآن الأصل نودعه بالورود مهما كان اختلافنا معه وانتم ما تعرفوا أنا موقف ولكن هذا يخدم الدولة جزء من الدولة يزينا من حكايات هذه ملفات حمد عاوي لا سحب الثقة منه أي من حركة النهضة موافق من رئيس المكتب التنفيذي قرر قال ما فماش مجلس الشورى ممكن الناس تكلمت يا أخي ممكن الناس تكلمت فكرت في الموضوع ولكن الواقع الآن ما فماش الموضوع هذا من باب أولى حفظ مقام رئيس الجمهورية اللي هو ممثل لكل التونسيين وهو الممثل الرسمي للدولة التونسية من باب أولى ما فماش أنا نأكد ما فماش خلاف بيننا وبين النهضة وبين رئيس الجمهورية ممكن فما سوء تفاهم الحاجة هذايا باللقاءات ما فماش الحديث الذي يدور فهمتني وهو الحامل الدستور واضح شكرا لك وهو الذي يؤوله وهو ابدا رايه ابدا رايه اليوم شكرا لك والنهضه لم تعترض وبلغ رايه مباشره للسيد رئيس الحركه شكرا لك لطفي زيتون على حضورك معنا يعني. وعلى تلبيه الدعوه يعطيك صحة برهان شكرا لك ناجي بعد شويه لتاريخ برهان لتاريخ دكتور عبد اللطيف الحناشي دور اليهود تونس في الحراك السياسي والاجتماعي ما قبل الاستقلال ومع الدوله الوطنيه ما بعد الاستقلال متابعه طيبه للجميع شكرا لكم على حسن المتابعه نلتقي غدا في نفس التوقيت على قناه 9 صباح الخير نسيم